مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المواقع المحلية 7 مدن ومواقع أثرية في محافظة الجوف تتعرض للنهب. وصحيفة العربي الجديد تقول إن صنعاء تضيق الخناق على الباعة الجوالين. وفي الأخبار المنوعة، وفاة الفائز بأكبر يانصيف في أوروبا قبل الوفاء بوعد تمليك ناديه للمشجعين. التاريخ في اليمن الذي كان صامداً لآلاف السنين سرق في هذه الحرب. مدير مكتب الأثار في محافظة الجوف أمين صقر قال للمشاهد نت إن المواقع الأثرية في المحافظة غير مؤمنة من قبل الأمن وتتعرض للنهب والحفر بشكل مستمر، وأضاف أن مكتب الأثار خاطب السلطة المحلية والأمن في مذكرة رسمية العام الماضي لتأمين وحماية المواقع والمدن الأثرية في الجوف، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يتم عمل شيء. أوضح صقر أيضاً أن هناك أكثر من 7 مدن ومواقع أثرية من أهم المعالم التاريخية في اليمن تنهب ويتم البناء فيها واستخدام أحجارها في بناء منازل للمواطنين، أبرزها مدينة معين جنوب مدينة الحزم وبراقش في مديرية الروض. وناشد مدير مكتب الأثار في محافظة الجوف الحكومة بالالتفات إلى قضية نهب المواقع الأثرية واعتماد ميزانية تشغيلية لمكتب الأثار وسرعة تشكيل حماية أمنية لهذه المواقع والمدن الأثرية. وأكد صقر أن مكتب الأثار يعمل على خطة مكتملة سيقدمها للهيئة العامة للأثار في الحكومة تشمل مساحات أثرية جديدة وترميم مواقع أثرية وحماية هذه المواقع والمدن التاريخية. وقال صقر إن هناك مبادرات من بعض المواطنين لإعادة بعض القطع الأثرية التي حصلوا عليها من بعض المواقع، لكن حسب مدير المكتب هذا الأمر يحتاج إلى عمل منظم يبدأ بإنشاء متحف في المحافظة توضع فيه هذه القطع الأثرية. في اليمن لا فرق بين ذيل السنة ورأسها منذ اندلاع الحرب، لا فرق بين يوم وآخر، افتقدت المناسبات معناها، هكذا بدأ الكاتب سلمان الحميدي مقاله الذي عنونه برأس أو رأس كأنه ذيل المنشور في موقع المصدر أونلاين، وقال في جزء منه: لا يعرف اليمني أنه اجتاز سنة، إذ كيف له أن يعرف وجسده مشغول في معركة الرصاص وباله مشغول في معركة العملة؟ في مناطق الحوثي لم يوزع بابا نويل هداياه ويحقق أمنيات الأطفال، وقد جاء بابا حوثي وفي كيسه الكثير من المصائب ليوزعها على الأطفال والكبار، كما خص بعض الشباب بتحديد حلاقة الشعر بما لا يتنافى مع الأخلاق، ثم عم الجميع مع نهاية السنة بسحب العملة الجديدة، وقد حدد مهلة تسليمها بين ذيل 2019 ورأس 2020، لينسى الناس سنة أخرى تمر وستمر من أعمارهم قبل سوقهم إلى ذكريات مقتل الرموز التاريخيين. هكذا يضيع الزمن عند اليمنيين. في القرية امرأة مصابة بالسكر كانت تدخر أوراقا نقدية من الطبعة الجديدة تقنن في صرفها على الأدوية كل شهر، سمعت من النسوة عن قرار الحوثي وبحدس قروي لا يخيب قالت إن تلك حيلة نصب لمصادرة ما تدخره. في اليوم التالي أرسلت ابنها إلى السوق ليشتري بكل ما تملك مواد غذائية، طحين وسكر وملح، تؤكد أنها الآن في انتظار الموت وتخيفها فكرة مرض أبنائها. ما جدوى هذا الحدث غير التذكير بحيل الانتهازيين عند انحلال المؤسسات وذهاب حقبة ومجيء أخرى؟ متى تأتي ليلة فرح لليمنيين تموت ميليشيا لتولد دولة سيكون أعظم رأس في المستقبل؟ كشف مصدر حكومي برئاسة الوزراء لموقع المصدر أونلاين عن توقف صرف مرتبات المتقاعدين وأساتذة الجامعات والقضاء ومنتسبي وزارة الصحة وجهاز الرقابة والمحاسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من ديسمبر الحالي. وأضاف المصدر في تصريح خاص للمصدر أونلاين أن المصارف والبنوك اعتذرت عن صرف هذه المرتبات بسبب إجراءات ميليشيا الحوثي ومنعهم تداول الطبعة الجديدة من العملة.
قرر الحوثيين بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وبدء إجراءات سحبها ومعاقبة من يتعامل بها في مناطق سيطرتهم خلق حالة إرباك اقتصادية طالت المواطنين على أكثر من صعيد. من جانبه عبر رئيس التحالف المدني للسلم الدكتور حمود العودي عن أسفه لهذه التداعيات، مشيرا إلى أنه يعمل منذ أسبوع على إقناع الحوثيين بالتراجع عن القرار. يقول موقع عدن الغد إن إدارة كلية المجتمع فرع عدن قامت بمنع طلاب الكلية من دخول المبنى وتركهم في الشارع بسبب رفضهم الزيادة في الرسوم الدراسية. وجاء منع الطلاب من دخول الامتحان بعد قرار عميد الكلية برفع الرسوم الدراسية ما بين 15% إلى 40% في الوقت الذي يتوقع فيه الطلاب مساعدتهم وإعفاءهم من أي رسوم إضافية، وذلك جراء الظروف المعيشية التي يعيشونها بسبب الحرب. مصادر طلابية قالت إن المئات من الطلاب قد أجلوا فصولهم الدراسية هذا العام نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الرسوم التي رفعتها إدارة الكليات الحكومية بذريعة قلة التمويل وزيادة مصاريفها التشغيلية. لا تزال دماء الشعب اليمني تنزف والأرض اليمنية تبكي. هذه إحدى فقرات مقال كتبه السفير الصيني لدى اليمن كونغ يونغ بمناسبة قدوم العام الجديد. ورغم أنه أراد توجيه التهنئة لليمنيين بالعام الجديد، فقد اتجه نحو شرح مأساتهم. وقال السفير في جزء من المقال: لقد مثل العام 2019 بالنسبة إلى الشعب اليمني مزيجاً من الأمل وخيبة الأمل، حيث تبددت آمال اليمنيين بتحقيق السلام في بلدهم الذي عانى من ويلات الحرب. ومع إطلالة العام الجديد 2020 نجدد وقوفنا مع الشعب اليمني وتطلعنا إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل سلس لكي تستعيد عروس البحر الأحمر الحديدة جمالها ويعود لعاصمة الثقافة اليمنية تعز مجدها، ولكي يجتمع شمل 15,000 أسرة يمنية مجدداً. ويؤسفنا أن نرى الوقت يمضي من دون أن ينفذ الاتفاق، فيما لا تزال الحديدة وتعز تعانيان من حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة، ولا يزال الكثير من الآباء والأمهات ينتظرون عودة أبنائهم. وفي الوقت الذي تستمر فيه آثار الحرب والمجاعة والمرض كحالة دائمة، لا تزال دماء الشعب اليمني تنزف والأرض اليمنية تبكي. يحدون الأمل أن يكون العام الجديد فاتحة خير لليمنيين، وأن يحمل معه بشائر الأمل للشعب اليمني بعد عام حافل بخيبات الأمل، بفضل ما شهدناه من مؤشرات إيجابية جاءت في نهاية السنة المنصرمة، ومن ذلك التوقيع على اتفاق الرياض، الأمر الذي نعتبره بارقة أمل لتهدئة الوضع في الجنوب وفتح الآفاق أمام إيجاد تسوية شاملة في اليمن. ونعتقد أن كل الأصدقاء اليمنيين بغض النظر عن تواجدهم في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب وانتمائهم لأي حزب، يؤمنون بعدم جدوى استمرار القتال والعداء والحقد بينهم، حيث تقول الحكمة الصينية القديمة: الأخوة تبقى بعد ألف مصيبة والكراهية تذوب في الابتسام. لذلك نثق بأن الأشقاء اليمنيين سيتوصلون إلى تفاهم حقيقي وحل للخلافات البينية، الأمر الذي سينهي الحرب سريعا ويجعل الشعب يعيش حياة طبيعية. نهر التاريخ يسير إلى الأمام دون توقف، ولدى الصين واليمن تبادلات وتواصلات ودية لآلاف السنين، ويرتبط الشعبان بصداقة متينة تعززت مع مرور الوقت. صحيفة العربية الجديد قالت بأن صنعاء تضيق على الباعة المتجولين، حيث يقول البائع المتجول عبد الله الجعشني إن الرسوم التي تفرض بين الوقت والآخر قللت من الأرباح التي اعتدت الحصول عليها نتيجة بيع الخضار والفاكهة، ما جعلني أترك العمل في مجال البيع في الشارع. بعد 4 سنوات قضاها الجعشني يجر عربته من حي لآخر لبيع الخضار والفاكهة، اضطر مؤخرا للبقاء في منزله دون عمل. يقول أيضا للعربي الجديد: أرهقتني الرسوم والمبالغ التي ألزمت بدفعها في كل مكان، أبحث عن رزق يأتي أشخاص ليطالبوني بالمال، في حين أن عملية البيع والشراء أصلا ضعيفة، لم يكن أمامي غير التوقف عن العمل ب
بانتظار الفرج، ويعاني الباعة المتجولون وأصحاب البساطات في صنعاء من تزايد الجبايات التي فرضتها السلطات المحلية عليهم في الآونة الأخيرة، ما دفع بعضهم إلى ترك العمل في هذه المهنة والبحث عن عمل آخر بعيداً عن الابتزاز المتواصل الذي يتعرضون له. بدوره يتحدث محمد الضبيبي للعربي الجديد عن الرسوم الإضافية التي فرضتها البلدية بين الحين والآخر على أصحاب البسطات والباعة المتجولين، ويضيف: قرار ترك العمل كان صعبا للغاية بسبب قلة الفرص، كما أنني لا أجيد العمل في مهنة أخرى، لكني أعمل حاليا مع أحد أقربائي في حمل الطوب والإسمنت والتشطيب. يضيف الضبيبي: يتهموننا بإعاقة حركة السير وتشويه المنظر العام، ويجعلون من هذه المبررات وغيرها فرصة لجباية الأموال وقطع أرزاقنا. من جهته يقول عبد الملك الريمي، وهو بائع متجول في منطقة الحصبة في مديرية الثورة، إن السلطات في صنعاء ضيقت الخناق علي وعلى باقي الباعة المتجولين في أمانة العاصمة، وباتوا مطاردين من قبل الأمن والبلدية الذين يقومون بحملات شبه يومية لملاحقتهم ومصادرة بضاعة كل من يرفض دفع الإتاوات. مصدر في أمانة العاصمة قال للعربي الجديد إن العاملين في أمانة العاصمة والمعنيين بمتابعة الباعة المتجولين دون رواتب منذ سنوات، ما يجعلهم يأخذون أموالا وإتاوات من المتاجر والباعة المتجولين. إيران وأمريكا في عام 2020 علاقة مروعة. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الإيكونومست، والذي ترجمه لصحيفة الغد علاء الدين أبو زينة، وجاء فيه: إيران هي جزيرة استقرار في واحدة من أكثر المناطق اضطرابا في العالم، هكذا قال جيمي كارتر الرئيس الأمريكي في ذلك الحين، وبعد أكثر من عام بقليل في العام 1979 تمت الإطاحة ببهلوي، وتولى الملالي بقيادة آية الله العظمى روح الله الخميني زمام السلطة في البلد، واتضح أن إيران لم تكن مستقرة وظلت تتسبب في المتاعب للمنطقة منذ ذلك الحين. قليلون في العالم وأقلهم مروجو الرعب الأمريكان رأوا الثورة قادمة في العام 1979، كما لم يتخيل الكثيرون قبل بضعة أعوام فقط أن أمريكا وإيران يمكن أن تصلا إلى حافة الحرب في العام 2019. يراهن المسؤولون الأمريكيون على أن إيران ستصل إلى نقطة انهيار في العام 2020 أو بعد ذلك بوقت قصير، ويقول ترامب إنها ذاهبة إلى الجحيم، إنهم مفلسون. وقد تمكنت العقوبات من عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، وأدت الأحوال الصعبة إلى اندلاع الاحتجاجات في البلد. لن ينهار النظام الإيراني في العام 2020، ومثل حيوان محاصر سوف تضرب إيران في كل أنحاء المنطقة، ومع تضاؤل تجارتها لن يكون لدى إيران الكثير لتخسر من تحويل مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية إلى قفاز للملاكمة، وسوف يشن الحرس الثوري للنظام ووكلاؤه في اليمن والعراق المزيد من الهجمات على حلفاء أمريكا في المنطقة، وستظهر إيران لأمريكا أنها تستطيع إيقاع الألم هي أيضاً. لماذا لن يكون تحقيق اختراق حقيقي مرجحاً في العام 2020؟ يعرف متشددو إيران أنفسهم إلى حد كبير بعدائهم لأمريكا، ومن غير المرجح أن يدعم زملاء ترامب المتشددون في الحزب الجمهوري أي اتفاق يمكن أن تقبل إيران بتوقيعه وتنطوي العلاقات المحسنة والمساومات التي ستتضمنها على مخاطر لكلا الجانبين، لكن فرصة لالتقاط صورة ستظل أفضل من خوض حرب. الفائز بأكبر يا نصيف في أوروبا توفي قبل الوفاء بعهده لمشجعي ناديه المفضل، حيث يقول موقع البي بي سي إن كولين وير الفائز بأحد أكبر جوائز اليانصيف في أوروبا توفي بعد مرض قصير عن عمر بلغ 71 عاما. كولين وزوجته كريستينا المنحدران من مدينة لارغز في اسكتلندا فازا بجائزة بقيمة 161 مليون جنيه استرليني عام 2011. وفي وقت سابق من هذا العام أكد الزوجان إقدامهما على الطلاق بعد زواج استمر 38 عاما. استحوذ كولين مؤخرا على نادي باتريك تيسل بطل الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بعد أن كان يملك جزءا من أسهم النادي فقط، كما أعلن عن خطته وهب ملكية النادي للمشجعين.
ومن المقرر أن يتم التصفيق لمدة دقيقة في مباراة نادي باتريك ستيسل القادمة تكريما وعزاء لمالكه المتوفي كولين وير. كما من المقرر أيضا أن يرتدي لاعبو نادي باتريك تيسل شارات سوداء خلال مباراتهم القادمة عزاء في وفاة مالك النادي. الزوجان كان قد أنشأ عام 2013 جمعية خيرية أطلق عليها اسم ذوير، قدم فيها تبرعا لرابطة كرة القدم للنادي في مدينة لارز. في إطار خططها لدمج خدمتها المختلفة ولضمان رفع عدد مستخدميها، قررت شركة فيسبوك كما ورد في صحيفة دي دبليو منع استخدام برنامجها الخاص للمحادثة الفورية ماسنجر إلا بوجود حساب خاص، ما يعني إجبار المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين. عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك قرر تشديد قبضته على تطبيق المحادثة التابع له ماسنجر، حيث لم يعد بمقدور أي من المستخدمين الجدد استخدام تطبيق المحادثة الفورية دون وجود حساب خاص بهم على الشبكة. متحدثة باسم فيسبوك قالت في بيان إن الأغلبية الساحقة من المستخدمين يستخدمون تطبيق ماسنجر من خلال موقع فيسبوك، ونحن نريد تبسيط هذه العملية من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على ماسنجر بحساب فيسبوك. وفي الوقت نفسه فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر التي لا ترتبط بحساب فيسبوك لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي. يذكر أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تستعد فيه شبكة فيسبوك إلى توثيق علامة الماسنجر بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل انستغرام لتبادل الصور وواتساب للتواصل الاجتماعي. حسابات العرب والمسلمين في نهاية العام. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها المعنونة برأي القدس وقالت: حصلت في السنة الآفلة أحداث مهولة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والثكلى واليتامى على خلفية قرارات سياسية توحي بأن العالم يتجه إلى جنون مطبق، كما جرت أحداث كبيرة تفتح ثغرة في جدار اليأس وتوحي بأن العرب ما زالوا موجودين وفاعلين وقادرين على المساهمة في تغيير العالم. في رصيد الانتصارات والمسرات يمكن احتساب ما جرى في السودان من نجاح للثورة الشعبية في إجهاض محاولات الثورة المضادة لتحويل نضال السودانيين السلمي إلى حرب أهلية دموية، كما يمكن احتساب استمرار الثورة التونسية المضفر في تقديم الدليل على أن الديمقراطية والتغيير السلمي ممكنان، مضافا إلى ذلك اندلاع الثورات العراقية واللبنانية والجزائرية، كما يمكن احتساب صمود الفلسطينيين أمام الهجوم الأمريكي. وفي رصيد الخسائر والأحزان يمكننا احتساب مسلسل هدايا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل من نقل للسفارة واعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان والتطبيع المتسارع لدول عربية مع إسرائيل واستمرار المأساتين السورية واليمنية. يصعب تجاهل وجود حرب متعددة المستويات ضد المسلمين تتبدى أسوأ أشكالها في البلدان كالصين وميانمار والهند، حيث تعامل الملايين منهم كأقليات يمكن سومها أشكال الاضطهاد والتهجير والاعتقال والهندسة الجغرافية والتمييز الديني، ويجري كل هذا بدعم وتواطؤ مؤسفين من أنظمة مستبدة إسلامية أيضا. ولا يمكن عزل ما يحصل في البلدان العربية والإسلامية عن الاختلالات العالمية الكبرى التي يواجهها النظام الرأسمالي العالمي منذ أزمة 2008، وهو ما يفرض على نخب الشعوب العربية والإسلامية تأطير نضالاتها ضمن منظومات عالمية يحضر فيها الدفاع عن كوكب الأرض وأحزاب الخضر. مع اتجاهات الدفاع عن الأقليات واللاجئين ومواجهة التيارات العنصرية والشعبوية، وبذلك تخرج النضالات العربية والإسلامية من طابع الدفاع المجرد عن الذات إلى الانخراط في نضالات الشعوب ككل ضد الاستبداد متعددي الوجوه والأشكال. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صوراً قالت إنها تلخيص لمظاهرات واحتجاجات حدثت خلال عام 2019 في مختلف أنحاء العالم. نتابع جزءاً من هذه الصور.
في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة، نتابع. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.